السلام عليكم الإخوان. العياشة بغيت نصور لهم الطوابير اللي كاين في الجزائر على الزيت والسكر واللوبيا والعدس. شوف العياش الزيت، شوف شوف الطوابير. قال لك الزيت هنا جوج يطرو ب 12 درهم، 5 لتر 30 درهم. السكر 4 دراهم ونص. هالماء شوف شوف معايا الماء، شوف قال لك 8 لتر ب 22000 اللي هي 11 درهم. 8 قراعي ماء ب 11 درهم، ما تشريش بها في الزريبه حتى جوج قراعي. ها الخير تبارك الله، طوابير، ها الطوابير، طوابير كاين في الجزائر، ها هما. نشوفوا المواد الغذائية، شوفوا اللوبيا، ها هي، ها هي، الثمن ديالها 11 درهم، 12 درهم ماكسيموم. ها العدس، شوف شعر، ها السعر ديالها 13 درهم العدس بكل انواعه. وكاين واحد العدس، ها هو العياشة، هذا ما عندكمش في الزريبة، أول مرة شفته هاد السنة، عدس الأحمر 21000 اللي هي 10 دراهم ونص الكيلو. ها العدس، ها السعر ديالو 13 درهم الكيلو. شوف ما شاء الله، هذا العدس على كل انواع، ها هو العدس على كل نوع. تفرج العياش، تفرج تفرج الجزائر، تفرج كيديروا الطوابير على العدس واللوبيا. هذا يدير حدود 30 الفونس اللي هي 15 درهم، هذا جوده عاليه. ها العجائن، العجائن 90 دينار، يعني 4 دراهم ونص جميع الانواع العجائن، المقاروص، السباغيت، كل شيء كل شيء، اي حاجه تتعلق بالعجائن 4 دراهم ونص. هذا الكسكسي 9 دراهم. نزيدو نشوفو، هذا 130 دينار، هذا 130 دينار اللي هي 6 دراهم ونص. ها السباغيتي 75 دينار اللي هي 3 دراهم وشي حاجة. عمر بن عمر اللي سرقتوها العياشه ودرتو فيه الصنع مغربي، ها هو موجود ديال الجزائر. المطيشه على كل انواعها، شوف 185 دينار للكيلو اللي هي 9 دراهم. هذه المطيشة واحدة أخرى 28000 الكيلو 14 درهم. هذه المطيشة المعلبة موجودة حتى هي بكل أنواعها. طونش على العلبة 26500 13 درهم، علبة فيها ثلاثة. هذا طوند زيت 24000 اللي هي 12 درهم. العياشة كتاكل الطوند بهذا الثمن في بلادك؟ هذا السردين، هذا الطوند الكيلو، شوف شحال الكيلو
224,000 اللي هي 112 درهم الكيلو. والله ما تاكلوا في بلادك يا العياش بهالثمن ما شاء الله. طن حتى هو فيه واحد 30 ولا 40. هذا السمك المخلل حتى هو راه موجود. شوف شوف ما شاء الله شوف شوف العياش طوابير. شوف الصف كامل هذا طن بكل انواعه. تبقاوش تكذبوا على ريسانكم وتقولوا الطوابير في الجزائر ويضحكوا عليكم بهاد الهضره الخاويه. تفرجي الحقيقه يا العبد. ها الحليب اللي كيديروا عليه الطوابير الجزائريين، ها هو الحليب موجود متوفر. هز على راسك حتى هو راه فيه انواع كثيره. هذا كيدير 145 دينار اللي هي 12 درهم. هذا جوده عاليه. هذا 75 دينار 3 دراهم ونص. هذا كونديا 125 دينار اللي هي 6 دراهم. شربوا عاوي. شوف 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 الانواع شعال. شوف فينا هي الطوابير اللي كتهضروا عليها يا العياش اللي كرانا نصوروا لكم على المباشر. ها هي هز على راسك. تفرج العياش تفرج. الجزائر فيها الجوع. والله ما كاش البلد فيها الجوع بحال ديك الزريبه. شوفوا معايا هاد الكاتسانكات الخوت. عجباتني هاد السياره هاد. شوف تبارك الله كاتسانكات جديده دبل فيها زاد الدلع. شوفوا السميد هذا 10 كيلو كيدير ب 50,000 اللي هي 25 درهم ال 10 كيلو. شحال كتشريه في بلادك العياش؟ دخلي السميد لدارك ب 25 درهم والله ما تاكلو. الزويتينات الزيتون تبارك الله هالحوت على بايلا صولو تبارك الله تبارك الله الروجي. انواع الحوت موجود. الكروفيت وزيد وزيد كل شيء متوفر في الجزائر وباسعار جد منخفضه. الناس كامل تاكل كامل الناس تشي. اللهم بارك وزيد في ذلك. فرج هذا واحد الخبزات صغيورين كيتباعوا في الساشيات. هادو انواع الفرماج. ها التمر الجزائري ها الفراس ها الشامبينيون. كول يا قلبي. هذا الفرماج والكاشير بكل انواعه. كذلك هذا الرونجي الفرماج خير اللي بغيتي. ما شاء الله ما شاء الله.
هذا الكارفور في ولاية سعيف. الدانون حتى هو بكل أنواعه أكثر من 80 نوع من الياورت، كلها شركات محلية، ما كاينش حاجة أجنبية تبارك الله. شوف العيال، شوف زيد هذا الصف كذلك حتى هو معمر بالياورت والأجبان. هز هز قل لي قولوا لي العياجة لحد الساعة كاش ما شفتوا شي طوابير، كاش ما شفتوا شي حاجة، قولوا لي في التعليقات شفتوا يا تريكة الكذوب. نبدأ مرة على مرة ندير لكم فيديو على الطوابير اللي كاينة في الجزائر هكا باش نبرد لكم الطرح. يا عبيد البخاري تهلاو.